اهلا بكم الساده المشاهدين في حلقه جديده من برنامج قضايا. النهارده المفترض كنا نستقبل الملف فساد اللي هو موجود في هيئه الاصلاح الزراعي التابع لوزاره الزراعه، بس طبعا تلقى تليفون الاستاذ عارف عيسى رئيس التحرير من احدى المسؤولين في وزاره الزراعه، وقال له احنا في قضايا كنا تم اتهام بعض الناس الموجوده في الاصلاح الزراعي، فالناس دي خدت براءات، فبالتالي في ردود عايزين نرد عليها، فبالتالي احنا عايزين حضرتك نطلع ونرد. فطبعا رئيس التحرير رد قال له انت ليك حق الرد، ان احنا كل حلقه بنرد ونقول اي من هو ذكر اسمه تلميحا وقولا له الحق الرد. فبالتالي احنا بنقول يا جماعه اللي هو شايف نفسه ان هو متهم او اللي شايف نفسه ان هو اساء لمؤسسته او المكان اللي هو بيعمل له، ففي اسم ذكره او تلميحا له حق الرد. فبالتالي هو الراجل بيطلب ان هو عاوز يطلع ويرد بالمستندات، فبالتالي رئيس التحرير قال له ما عندناش مشكله في اي وقت حضرتك نصك، فقال له ان شاء الله وعد على الحلقه القادمه ان شاء الله. فاضطرينا ان احنا ناجل عرض الفساد، واجلنا ان احنا المفترض كنا نستكمل هذه الحلقه بعض الملفات اللي موجوده، والملفات اللي موجوده مش في المؤسسه وزاره الزراعه، لا والفروع بتاعتها كمان اللي هي موجوده في المحافظات، وده جايه استغاثات جايه من خلال المحافظات اللي هي اهالي وموظفين برضه، يعني مش ناس بتدور على مصالح، لا احنا بنتكلم عن ان في فساد موجود، فبالتالي احنا عايزين ردود من المسؤولين الموجوده والقيادات التنفيذيه الموجوده. فبالتالي تم اتصال فعلا برئيس التحرير وتم تأجيل الحلقة القادمة الأسبوع القادم إن شاء الله، على إن احنا نطلع بالمستندات وردود صحيحة، ولعل وعسى احنا في الأول وفي الآخر احنا جهة عرض وليس جهة تحقيق ولا جهة اتهام، لأن احنا في الأول وفي الآخر احنا بنعرض الصورة اللي موجودة على أرض الواقع بالمستند، والشخص اللي هو بيعرض بيبقى متواجد، فأنت ملك الحق إن أنت ترد وتقول إن دي كيدية أو اتهامات كيدية أو اتهامات غير صحيحه. ففي الاول وفي الاخر ده لك الحق الرد. ففي الاول وفي الاخر اجلنا عرض الملفات اللي موجوده للحلقه القادمه، فبالتالي احنا بنستقبل ملفات برضو اخرى. فللاسف الشديد طبعا اتصدمنا في بيان نزل برضو من وزاره الزراعه، بس مش وزارة الزراعة يعني وزارة الزراعة بس، هي القصة كلها منظومة واحدة، يعني هي الموضوع عشان برضه نوضحها للسادة المشاهدين، احنا جهة عرض وليس جهة اتهام، فبنتهمش حد، احنا جهة عرض، فاحنا عايزين ردود على ان احنا شايفين سلبيات موجودة، يعني تكون وجهة نظرهم صح، بس من وجهة نظرنا احنا على أرض الواقع خطأ، فهل ايه الصح فيها مش لاقيين لها صح معايا؟ لان احنا على متابعه الفترات السابقه حتى وقتنا هذا منظومه رايحه في حته مش تمام. فلما نيجي نتكلم على ال نتكلم على الملفات اللي هي خاصه بصناعه الدواجن، ده ملف خطير جدا، مش موضوع نعديه يعني كده عبر سبيل، لا ده موضوع لازم له وقفه. فبنتكلم على ان في صناعة دواجن بتعتبر ده غذاء رئيسي بديل طبعا للحوم، طبعا في برضو غذاء تاني بديل اللي هو الثروة السمكية. فبالتالي لما نقول صناعة الدواجن المفترض في خلال الفترة السابقة حتى وقتنا هذا تكون انتشرت بشكل جيد، على الأقل توفر الإنتاج المحلي الموجود، مش عايزين احنا نصدر، بس للأسف الشديد المنظومة ديت لحد وقتنا لم يتم نجاحها. فوجئنا ان في لجنه اتعقدت ورقم اللجنه دي على حد علمي بقى، يعني احنا خلينا نتكلم بقى واقعيين شويه، رقم 222 222 اللجنه ديت اشعلت الحرب بين اتحاد الدواجن وبين اتحاد المصدرين اللي هو بيعتبر اللي هو بيستورد اللي هو فيه غرف التجاريه. تخيلوا في يعني لما تخيل لما لجنه بقيادة نائب رئيس رئيس وزير الزراعة أو نائب رئيس الزراعة اللي هي الدكتورة منى محرس اللي هي حضرتك تعتبر المسؤولة الأول عن صناعة الدواجن وصناعة الثروة الحيوانية وصناعة الثروة السمكية. فبالتالي لما نيجي نتكلم في هذه الملفات الخطيرة، تخيلوا إن اللجنة ديت
ان هي وقفت الاستيراد او وقفت او مش وقفت بقى كمان، انت عارف لو وقفت يعني هنقول مثلا يعني كويس انا بطلع لفظ يعني ايه مقبول شويه، يعني تم وقف يعني فتره مؤقته بس معايا لدراسه الملفات او نشوف ابعادها او رؤيتها عشان ربما ممكن نرجع في هذا القرار. اما تطلع بيان اللجنه دي تقر وبيان ينزل من خلال اتحاد الدواجن يقول حظر استيراد الدواجن، طب ماشي ما عنديش مشكله، احنا نتمنى الكلام ده. انا من ضمن الاشخاص او من ضمن الناس ان انا بنادي وبناشد بقول امتى امتى نعمل اكتفاء ذاتي في صناعه الدواجن او في صناعه او في الثروه الحيوانيه او في الثروه السمكيه، امتى امتى يبقى في عندنا اكتفاء ذاتي؟ مش عايزين نصدر بس هيبقى عندنا اكتفاء ذاتي، امتى نعتمد على نفسنا؟ فلما لما انت حضرتك تطلع بيان كاتحاد دواجن واللي يساعد على الكلام دوت الدكتوره منى محرز من خلال كانت ترؤس هذه اللجنه وتعتمد هذه اللجنه بان هي يطلع هذا البيان وتطلع هذا القرار، لا ستوب، في علامه استفهام. طب بناء على ايه طلعت هذا البيان واصدرت كلجنه القرار ده؟ هل انت في رؤيه؟ في استراتيجيه؟ هل انت هتعمل حضرتك اكتفاء ذاتي؟ ما انت حضرتك ما انت في الاول وفي الاخر في حرب قامت بين اتنين دلوقتي اللي هو ايه؟ اتحاد الدواجن وعند اتحاد الايه؟ المصدرين اللي هم المستوردين اللي هي في غرف التجاريه، ففي حرب قائمه. طب مين اللي هيدفع الفاتوره في الاخر؟ مين اللي هيدفع الفاتوره؟ اكيد طبعا المستهلك دون شك، المواطن البسيط. ان انت حضرتك بتحارب ناس معينه عشان تخدم على الصناعه بتاعتك وليس انت عندك رؤيه. انا بقولها لك ما عندكش رؤيه، انت عارف لو انت عندك رؤيه احنا نفسنا كنا سندنا هذا القرار وهذه اللجنه. ان في الاول وفي الاخر اما تيجي تتكلم نرجع كده من سنه كام؟ من سنه حضرتك انت عملت بروتوكول مع وزاره التموين عن ان انت حضرتك هتورد لهم المنتج بالاسعار اللي هي تتناسب في السوق المحلي، وللاسف الشديد ما تمش هذه التعاقد ولا تم هذه الاتفاقيه معايا، وفي التالي الاخر اجبرت وزاره التموين ان هي تستورد من بره عشان توفر المنتج للمواطن البسيط والغلبان. هل انت حضرتك مدرك باللي انت بتعمله؟ طبعا مش مدرك، لان انت اساسا مش مستوعب انت بتقول ايه؟ انت بتخدم على مين؟ مش عارف لحد دلوقتي. طب تعالى تاني مصيبه تانيه بقى. ايه هو تاني اللي بتكلم فيه؟ ان انا عندي عملت البروتوكول مع اتحاد التعاون ومع الجمعيات سابقا في العام الماضي في الموسم الماضي اللي هو تم توريد المحصول اللي هو الغذاء اللي هو العلف اللي هو الذره الصفراء، والمفترض ان انت حضرتك تاخده بناء على التعاقد اللي تم مع الجمعيات واتحاد التعاون. للاسف رفضت. ليه رفضته؟ ليه؟ ما احنا قعدنا بنتكلم في القصه، ما احنا عايزين نعرف الدنيا رايحه فين؟ هل الناس دي بتشتغل لصالح الدوله ولا لصالح مين ولا بتخدم على مين بالظبط ولا هي عاوزه ايه بالظبط؟ من عايزين نفهم بس. السبب ايه؟ قال لك اصل احنا بنستورد من بره بسعر اقل من المنتج المحلي. ايه ده؟ طب ما انت حضرتك ضريب، ما هو انت بتبيع، ما انت حضرتك طلعت كلجنه معايا وترقصها الدكتوره منى محرز، فللاسف الشديد وتعتمد على ان كاتحاد ينزل بيان دي وتسكت ومفيش رد، ان انت تمنع الاستيراد تستورد دواجن من الخارج. طب انت هترفع السعر وهيبقى عبء على المنتج. هو حلوه ليك وحشه لغيرك؟ من عايز افهم انت عاوز ايه بالظبط. طب انت ليك رؤيه؟ ده انت حضرتك راس مال اتحاد الدواجن 65 مليار، انت بتوظفهم في ايه وبتشغلهم في ايه؟ ان انت ترفع الفاتوره للمستهلك وبعدين في الاخر تقول لي ده انا بعامل 200 منفذ عشان اورد فيه المنتج بتاع الاتحاد الدواجن عشان يبقى بسعر يتناسب مع المستهلك. طب في انهي حته؟ في اربع محافظات؟ ايه ده؟ هي إيه دي رؤيتك؟ ايه يا عم انت فين؟ انت رايح فين انت؟ انت بتعمل ايه؟ يعني بتعمل لي 200 منفذ في اربع محافظات؟ وبقية المحافظات ايه؟ نمشيهم من هنا ولا ايه؟ هي دي رؤيتك حضرتك؟
انا مش فاهم. انا والله انا حضرتك والله انا بتكلم بجد والله، ما اعرفش ايه. هل احنا بندي قرارات عشوائيه بتجاب الناس بيها، ولا بنصلح لحساب مين، او او رؤيتك ايه بالظبط؟ مش فاهم. فخلال بقى بعد بيان الاتحاد التعاوني اتحاد اسف اتحاد الدواجن لما نزل، ما هو للاسف مفيش حد نزل بيان وقرار الا الاتحاد الدواجن، تخيل. يعني المفترض كان يطلع من وزاره الزراعه، بس طبعا ما يقدرش. ليه؟ لان في حاجه اسمها قرار، ده عشان يطلع لازم يطلع من خلال ايه؟ رئيس مجلس الوزراء. هو مش اي مهب ودب ينزل. بس انت بتعمل الاشاعه دي ليه؟ بتعمل زعزعه في السوق ليه؟ في الانتاج المحلي ليه؟ ليه بتقلق الناس اللي موجوده المستوردين معايا، ويبقى في صراعات داخليه ليه؟ لحساب مين وتستفاد من مين؟ ليه؟ ما انا في الاول وفي الاخر انا كان عندي كميات هضطر المها واخزنها من السوق. ما ده انا بقى الاحتكار، مش انت اللي حضرتك بتوفر المنتج للمستهلك بسعر قليل. انت حضرتك لو انت هتبقى مسؤول عن صناعه الدواجن في مصر، انا بقول لك عوضنا على الله. للاسف بطريقه اللي انت حضرتك بتقولها دي، وتنزل بيان وتعمل زعزعه في السوق للتاج المحلي، وللاسف الشديد فوق الاقي السعر وصل فوق 30 جنيه الكيلو. ايه ده؟ ايه يا عم انت في خلال 4 ايام؟ امال لما القرار يطلع ويتنفذ ايه اللي هيحصل؟ ده احنا هنخش في كارثه، في مصيبه. انت بتعمل ايه انت كاتحاد دواجن؟ انت بتعمل ايه؟ وفين المسؤولين في وزاره الزراعه؟ وازاي يسمحوا للاتحاد؟ وازاي بيخدموا عليه بالطريقه دي؟ وازاي اللجنه توافق وهي تنقصها الدكتوره منى؟ ازاي؟ انت على اي اساس وافقت واعتمدت هذا اللجنه معايا بالقرار 222؟ ليه؟ لحساب مين؟ لما انت حضرتك هتمنعي اللي تستوردي منتج من بره زي صناعه الدواجن، هل انت وفرتي الغذاء المناسب اللي يتناسب عشان المنتج يتوفر بسعر قليل؟ ده احنا كفلاحين وكجمعيات وطبعا كاتحاد تعاوني بقى يتحايل على اتحاد الدواجن، وبقى يصرخ ويقول جاي يا عم تعالى هنوفر لك الانتاج بتاعك اللي هو اللي انت حضرتك بتستورده من بره. ما هو انت شيء طبيعي ان انت حضرتك اللي انت مش قادر تستوعبه، ان انت كاي صناعه موجوده غذائيه هنا وبتعتبر ان الامن الغذائي قومي هنا في مصر لازم حضرتك يبقى تحت الصفر. هل انت هل انت مستوعب ده؟ ما اعرفش، ممكن تكون انت فاهمها او مش فاهمها، ممكن تكون انت واخدها بشكل طبيعي وهي مش طبيعي، بدليل ان انت اي صناعه موجوده بتخدم على الغذاء القومي في مصر ده شيء طبيعي لازم ما ينجحش. عشان ينجح يبقى انت حضرتك هتوفر الاكتفاء الذاتي، وعشان توفر الاكتفاء الذاتي يعني انا مش هقدر اتحكم فيه، انت حضرتك بتساعده على كده، تخيل. عشان مكاسبك الله اعلم، ده رقم واحد. رقم اتنين عشان انت ما عندكش رؤيه او اطماعك الشخصيه، او بتخدم على حد معين الله اعلم. ما احنا مش بنخمم، بس اللي موجود على ارض الواقع بيقول كده. انت حضرتك مش هتبرر ان احنا شايفينه على ارض الواقع. ما ينفعش بعد البيان دوت انا ننزل السوق نشوف نلاقي الكيلو من من 25 اللي بقى 30 كيلو وفوق 30 في 30 جنيه الكيلو بقى من فوق 30 جنيه. طب ده لسه ما تنفذش، ده لسه ما فيش حاجه على ارض الواقع. ولما يوصل هذا الكيلو بالطريقه ديت يبقى احنا داخلين في نفق مظلم. هنطلع منه ازاي دي الله اعلم. طب مين اللي بيخدم على الكلام ده؟ ما نعرفش. طب طبعا احنا بنتكلم الكلام ده كله ان نتعرف طبعا كالشعب المصري طالعين من 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 عيد الاضحى، وطبعا الناس طبعا كانت بمناسبه عيد الاضحى طبعا في ناس كانت بتذبح واللي كانت بتشتري لحوم، فطبعا بتخش بقى في 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 الغذاء البديل اللي هو مثلا الاسماك الفراخ الحاجات البديله. اما لا الحاجات البديله مش موجوده، ولو موجوده بسعر غالي دي انا ما هو انا عشان اروح مش هروح اجيب كيلو، ما انا كاسره انا مش هروح اجيب كيلو. على الاقل حتى اروح اجيب فرختين ثلاثه، اسره مكونه من ثلاثة اربع افراد، خليني اجيب فرختين، اجيب فرخه، الفرخه 2 كيلو. دخلت في 60 جنيه، فبالتالي انت بتتكلم في ايه؟ دي يعني ده غذاء بديل مش اساسي يعني. فتخيل انت مش قادر توفره، تخيل انت كاتحاد الدواجن اللي المفترض انت البوابه الرئيسيه لصناعه الدواجن
مش قادر تتحكم في رؤيتك والاستراتيجيه بتاعتك اللي موجوده ازاي تنجح هذه المنظومه. تخيل. طب نجيب مين طيب؟ انا عايز نستغيث بمين طيب؟ اذا كان المؤسسه للمفترض ان احنا بنقول في امل، وكنا متفائلين خير ان الدكتوره منى محرس ان هي تنجح في هذه الملف، وللاسف شايفين ان في تدهور وفي تحايز لناس معينه في سبيل ان الصناعه تقع، اللي هي صناعه الدواجن، دي مصيبه، دي كارثه. احنا كنا انا عندنا كان عندنا امل والله، انا بالنسبه لك كشخص مصطفى كان عندي امل ان هذه الثروه الحيوانيه او الثروه الداجنه او الثروه السمكيه كان على الاقل كنا نجحنا بنسبه 50 60% على الاقل في الفتره اللي فاتت دي لحد وقتنا هذا. للاسف الشديد بتنهار، اللي تصبح فيه بتمسى بيه، مش عارف فيه ايه بالظبط، عاملين صراعات داخليه معايا لحساب مين وصالح مين، مش عارف هل هي دي هتنجح المنظومه، مش عارف، مش شايف في منظومه. ده لولا مؤسسات السياسه او مجلس الوزراء، ولولا كده السياسيه وكده السياسيه والخدمه المطريه اتدخلت في الموسم اللي فات اللي هو العيد الاضحى، احنا ما كناش هنلاقي اللحوم خالص. لو لقينا اللحوم كنا هتعدي 200 جنيه وغير الدواجن كمان عشان تغطي الاكتفاء الذاتي هنا في مصر وتوفر السعر المناسب للمواطن البسيط. هو حاسس بكده؟ هل حاطه هل هو حاطط من اولوياته ان المواطن البسيط يوفر له سعر متناسب ان هو يقدر على الاقل ان هو يكفي بيته؟ للاسف الشديد طبعا هو له رؤيه واحده بس في واحده، ايه هو؟ ان هو كيفيه ان هو يستغل الصناعه لحساب مين ما اعرفش. دي برضو مش اساسيه ديت، فايه مش مريحاني صراحه. فكان نفسي وكنت اتمنى ان وزاره الزراعه قبل ما تشترك في هذه المهزله وتبقى كان لها رؤيه استراتيجيه على ارض الواقع، انت هتمنع او هتعمل حظر ان انت تستورد منتج من بره اللي هي كدواجن، فبالتالي لازم تكون انت موفر البديل، موفر ازاي انا ازاي اغطي الاستهلاك المحلي للمواطن في سعر متناسب، مع ان ما اعملش فجوه وفي الاخر تقول طب انا اعمل ايه؟ لا، انت مش جاي حضرتك قاعد هنا ماسك مؤسسه او قاعد في منصب ما عشان تيجي تقول انا هعمل ايه؟ ما انت لا، احنا مش جايبينك عشان تقول انا هنعمل ايه؟ مش كده السياسيه مش جايباك عشان تقول انا هعمل ايه؟ ما هو احنا مش هنقعد نتفرج على بعض ونقعد نقول طب احنا وبالتالي بقى نصيب الكارثه بقى لان ايه بقى؟ ما هي دي قصه نظام مسكنات، يعني ان اللجنه دي كانت حاضر فيها ممثل وزاره التموين وهيتلعب بيهم برضو زي العام الماضي، وفوجئ ان الاسعار طلعت، وفوجئ ان برضه في تدخل من القياده السياسيه، فاحنا قاعدين بس نحل مشاكل. قاعد بص القياده السياسيه قاعده بس فقط اللي هي تحل مشاكل مؤسسات الدوله، اخطاء المسؤولين اللي ما عندهمش رؤيه وما عندهمش استراتيجيه وما عندهمش ان هم يطلعوا من مكاتبهم ينزلوا على ارض الواقع يشوفوا الرؤية الموجودة على في الشارع المصري، يشوفوا ايه مشاكل المنتج دوت، ايه صناعته، هل ايه اعباءه، هل ايه مشاكل، هل انت حلتها؟ طب قبل ما تمنع ان انت تستورد حاجة، حل مشكلة صناعة الدواجن الأول، وفر الغذاء الأول اللي المفترض ان هو كمنتج أو منتجين الدواجن اللي هم بيعانوا بارتفاع الغذاء بتاع صناعة الدواجن، وفره له الاول بسعر يتناسب عشان يقدر تتحكم انت في السعر اللي هو يتعرض للمواطن البسيط. انت مش قادر توفر، انت بتعمل تعاقدات وتاني يوم الصبح وتاني يوم في ساعه الالتزام او ساعه الاتفاقيه تطلع وتقول انا ماليش دعوه، انا لا ما ينفعش اصل لا يا راجل، ده انت الفلاحين لمت المحصول ووديته الجمعيات، والجمعيات بقت تصرخ وتقول احنا لمينا الذره الصفراء وتعالوا يا جدعان خدوه
على بناء على التعاقد اللي تعاقدتوا بيه. قلت له لا 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 احنا هنخسر، احنا هنخسر ليه يا عم بتخسر ليه؟ يقول لك لا لا احنا بنجيبه اقل من كده. ايه اقل من كده ايه؟ يا باشا انت بتتكلم في ايه؟ يعني ايه اقل من كده؟ انت حضرتك بتعمل موازنه، ما انت كده كده حضرتك في الاول وفي الاخر لازم تعمل موازنه، لازم ازاي تحط رؤيه توفر الغذاء للمنتج ده الاول. ازاي توفر الغذاء ان هو زي الذره الصفراء وفول الصويا، دول نقطتين مهمين لازم دول لازم توفرهم عشان تقدر تنجح في منظومه صناعه الدواجن. لو ما وفرتهمش مهما انت بتنفخ في قربه مقطوعه، انت عمال تضيع في وقت وبس. بتحقق اغراض اخرى، ايه هي؟ ما نعرفهاش. خلينا ان شاء الله في متابعه هذا الملف الخطير، وخلينا نتكلم برضو على ارض الواقع ونشوف مشاكل فعلا ايه صناعه الدواجن من خلال المربيين ومن خلال طبعا المزارع اللي موجوده اللي هي دواجن. ده نشوف على ارض الواقع، لان يعني الناس دي في وادي والناس دي في وادي، يعني عشان تبقى الامور واضحه لهم. دول بيدوروا عن ازاي يحققوا مكاسب لمين او لحساب مين ما نعرفش. خلينا مش عايزين نوجه، لما نتابع الملف بواقعيه على ارض الواقع من خلال نزلنا مع المربي اللي هو لصناعه الدواجن. طبعا احنا في نهايه الكلام اللي انا بقوله ده مش بتكلم على ان احنا بنقول ان احنا عندنا حاجات مهمه لازم ننتبه لها. نقول لك كقيادات تنفيذيه في وزاره الزراعه لازم تركز وتخلي بالك ان انت عندك فلاح، عندك مواطن بسيط، عندك ناس مسؤوله عن كل قطاع، كل قطاع مسؤول عن حته معينه، فلما يحصل فيه خلل في قطاع معين فبيأثر على الدوله المصريه مش على المواطن المصري. خلي بالك لان انت بتضعف الدوله المصريه، لان المعنى لما انت بتنجحش في المكان اللي انت فيه ومتحققش المعطيات والمطلوب للقياده السياسيه فبالتالي انت بتضعف الدوله. تخيل ان في الاول وفي الاخر. وبعدين انا نفسي اطالب بمجلس النواب، الموضوع مش موضوع انا كقياده او كموضوع كمحافظ او وزير امسك منصب وبعدين في الاخر ما انجحش في اداره هذا المنظومه وفي الرؤيه الاستراتيجيه اللي مفترض واخدها او حاططها عشان يحققها وينجح فيها. دي لازم فيها زي ما في صواب في عقاب. مش عارف بقى هل دي هتدرك في مجلس النواب، بس خليها في اللي جاي بقى، اصل اللي حاليا يا دوبك يعني وقت ضيق فمش هينفع، خليها في اللي في المجلس القادم ان شاء الله. فخلينا طبعا في نهايه طبعا الفقره، خليني اتكلم في فقره مهمه جدا وهي طبعا استغاثه جت للبرنامج عن طريق صفحه البرنامج، تلقاها طبعا رئيس التحرير صفحه. طبعا استغاثه مهمه جدا وهي تتعلق في منظومه الصحه، وبتتكلم في المستشفيات اللي موجوده اللي هي خاصه مستشفيات القطاع الخاص وليس القطاع الحكومي. لان طبعا احنا بنتكلم ان القطاع الحكومي لسه بيتعافى ولسه طبعا بيعيد هيكلته. فخلينا نتكلم في ان في استغاثه جت من خلال المستشفيات القطاع الخاص. فهذه المستشفيات من خلال طبعا استاذنا اللي شرفنا بعد الفاصل خلينا نتكلم في هذه الاستغاثه، ان الاستغاثه طبعا مهمه. فانتظرونا بعد الفاصل عشان نشوف هذه المشكله، ان المشكله تخص الصحه في مصر. بعد الفاصل انتظرونا.